إذا كان السؤال أولا عن زكاة العروض التجارية، تجار أو المصانع كيف بزكوا؟ أولا لازم يكون التاجر هذا له سنة مالية محددة باليوم، باليوم، مش يقول رمضان، هذه رمضان شهر، وإنما 10 رمضان. ليش؟ إيش بتفرق يعني؟ إيش بتفرق؟ لأنه ممكن يأتيه مال 9 رمضان، وممكن يأتيه مال في 11. إذا كان سنة المالية 10، والأصل السنة المالية بالقمري طبعا، ومعروف إنه السنة القمرية بتنقص تقريبا 11 يوم وبالضبط 10 و8 أعشار، فبالتالي إذن مش سنة ميلادية، سنة قمرية، ويكون محددها بالضبط التاجر. قلنا 10 رمضان مثلا، إذا جاله مبلغ في 9، هذا بده يدخل في الزكاة. جاله في 11 بدخلش في الزكاة. فإذا القضية مش قضية رمضان بهذا الشكل، يعني شهر، هذه مسألة. المسألة الثانية إنه هو يقدر قيمة السلع المعدة للبيع، واللي مش تالفة، السلع المعدة للبيع بدخلش التالف منها. طيب بقدرها بسعر التكلفة. سعر التكلفة متى يعني؟ لما اكتملت السنة المالية، لأنه مرات التاجر ممكن يشتري بأقل أو أكثر، أو في ناس ممكن يصح لهم على فكرة شروة تكون يعني رخيصة كثير، بيجيش يقول إيش كلفتني، لا، إيش سعر التكلفة يوم اكتمال السنة المالية، مش سعر البيع كيف علي كتاجر. طيب بعد ما يتم تقييم البضاعة بنظر إذا كان في عليه ديون بخصمها، مثلا من الديون اللي ممكن تكون عليه مرات، افرض انه هو مشتري بيت بالتقسيط ل5 سنين، بسقط اقساط سنة قادمة، والمحل التجاري المستأجر بسقط اجرة سنة قادمة. ايش يعني يسقطها؟ يعني بنقصها من المبلغ مشان يعرف 2.5% كم يعني تطلع ويدفع الزكاة. طبعا الدين اللي لعند اكتمال سنته المالية، شو له ديون؟ شو عليه ديون؟ بخصمها. طب شو له ديون بصفته تاجر؟ وهون بدي الفت الانتباه، افرق بين مسألتين. مسألة الدين اللي هو بسموه قرض حسن، اللي انا مقدمه للناس مساعدة، هذا مفيش عليه زكاة، لانه اصلا القرض الحسن ثوابه عظيم عند الله، واللي بداية 100 دينار بيكون اقل شيء قد تصدق بايش؟ ب100 دينار. اذا والزكاة اصلا 2.5، يعني هذا موضوع. اذا القرض الحسن للانسان المحتاجه هذا ما عليه زكاة اطلاقا، غير صحيح ما يقال انه، ولكن ممكن يكون الانسان اللي انا مداينه احيانا هو مش محتاج، بس انا واضعهن دين عنده، يلا بشغلهن وبستفيد وانا ضامنهن، ما هن دين. لا، هذا الاموال اللي تحت الطلب هذا بده يدفع زكاتها. نيجي الان للدين التجاري اللي هو اصلا موضوعنا، سألته فيه. الدين التجاري باجي بقدر انه من المعتاد انه مثلا في السنة يهلك 10% من هذا الدين، لان مش كل الناس على فكرة تستحي على حالها بتسد ديون، او في ناس بيكونوا مش قادرين يعني يسدوا، كأنها بتتلف هذه الديون. التجار بيعرفوا النسبة 10%، 15%، فبسقط مثل هذه القيمة المتوقعة وبدفع عن الباقي. سأل هو
عن العقارات عرض وبناء. اصلا لا تجب الزكاة في العقارات، ولكن جو حديثا نظروا في موضوع في الناس اللي هم تجار عقارات، مش انت يعني اللي بتشتري وبتخبيها للزمن، لا لا، التاجر تاجر العقارات، فاعتبروا زي تاجر العروض التجارية. والمجمع الفقهي يمثل علماء العالم الإسلامي، ما في دولة إسلامية إلا ولها علماء في المجمع، هذا اللي نشأ 1401 هجري. المجمع الفقهي لما عرضت عليه موضوع العقارات وتجار العقارات قال إنه لا تجب الزكاة، لكن فيما بعد سنين ردوا غيروا رأيهم في موضوع العقارات. وعقارات مين؟ التاجر فقط، التاجر، فأوجبوا الزكاة في العقارات اللي هي تجارة. أنا مش مؤيد لمن يقول إنه العقارات عليها زكاة، وإنما إذا كان لابد، إذا كان لابد لما ببيع بيخرج الزكاة. أما نيجي نقول له العقار واقف، أو على فكرة بيكون عم في حالة بنا مثلا سنة سنتين ثلاثة أربعة، تقعد تقول له كل سنة ادفع 2.5%، ما هذا في النهاية بده يحطهن على المشتري أو المستأجر. بس خليني أعطيكم مسألة واحدة، هو الدين مثلا لما جاء لقضية زكاة الأغنام مثلا والأبقار وغيرها، هذه متى تكون واجب فيها الزكاة؟ يكون واجب فيها الزكاة لما بترعى أكثر السنة في المراعي، يعني بتكلفش. لذلك اليوم اللي الأبقار والأغنام اللي تنوضع في مزارع وتعلف هذه ما عليها زكاة، لأنه أهم شروط أن تكون سائمة. شو يعني سائمة؟ معظم وقتها في المراعي. اللي بنظر لموضوع الزكاة في الإسلام هو بيكتشف أنه هو بيدفعك نحو يعني توظيف الأموال في المجتمع. أنا أرى أنه الإنسان الذي يبني عقار، الذي يبني عقار مثلا اليوم ب2 مليون دولار مثلا، هذا استفاد منه المجتمع ب2 مليون، لكن اللي مدخر أمواله وبده يدفع 2.5% منهن، قديش استفاد المجتمع؟ انتم ملاحظين؟ اذا مين اللي شغل الناس اصلا؟ مين اللي شغل العامل البليط والطريش و لآخره؟ مين؟ هذا 2 مليون اشتغلن في السوق، شغلهن في السوق، استفادوا منهن الناس. اما ذاك اللي واضع 2 مليون وبعدين بيعطيني 2.5% للفقر، ايش استفدنا احنا منه؟ ثم لما تفرض عليه 2.5% 5 سنين عبين ما يبيع 2.5 في 5، هذا بده يضعهن على سعر العقار، انت بتعمل على رفع اسعار العقار، والزكاة من اصلها يعني في من اصلها جت لنصرة الضعيف والفقير، مش انه احنا نغلي على الناس المساكن والعقارات والمحلات الى اخره. ممكن يكون مقبول القول انه هذا التاجر بدفع الزكاة لما يبيع. نيجي للصناعة، المصانع، المواد، السلع اللي تم تصنيعها، اللي تم تصنيعها ومعدل البيع تقيم بسعر التكلفة، و المواد اللي بتدخل في بنية السلعة، في بنية السلعة أيضا تقيم بسعر التكلفة. طب والمواد المساعدة في الصناعة هذه ما بتدخلش، يعني افرض عنده بنزين أو سولار كميات ضخمة ما تدخل في الزكاة.